مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة شفناها وإحنا رايحين نزور أحد المزارع هيك في قرية. فدخلنا على محل مكتوب إنه ببيع شغلات وخضار وتفاح ومش عارف إيش. دخلنا قلنا خلينا نأخذ شغلات فريش هيك، فلأن ما في حدا، وفي شغلة اسمها owner system، يعني نظام الصدق والأمانة. هذه الطريقة جدا رائعة، شفناها في كتير فيديوهات بس أول مرة أنا بشوفها على الواقع. تدخل بتشوف اللي بدك إياه، بتختار اللي بدك إياه، وبتدفع أنت حسب السعر اللي مكتوب عليه. عجبك السعر ادفع، ما عجبك السعر ما تأخذ. بس أنا بقولكم، إذا كان ما كان هذا النظام فعلا مجدي لهذا الشخص وفي ناس بتسرقه، ما أتوقع أنه خلى موجود. فهذا يثبت لك أنه قديش الناس هون honest. وحخليكم مع هذا الفيديو، شوفوا كيف طبقنا إشي جدا جدا رائع. يعطيه العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.